السلام عليكم. احنا جينا اهل درعا اليوم جمعه، جينا اهل درعا وجميع الاحرار بالمحرر هون مشان نطالب بحل مشكله للخنساء الحريريه من بالنسبه لتركيا او يجيبوها لهون على المحرر. هذا اللي قاعدين بنطالبه، ومنطالب كمان كل جمعه منطالب بالمعتقلين والمعتقلات انه الله سبحانه وتعالى يفك اسرهم جميعا. السلام عليكم. خرجنا مظاهره في مدينه الباب اليوم لعدم ترحيل الحجي حسناء الحريري من الاردن، ونطلب الحكومه الاردنيه والشعب الاردني، نطلب الحكومات في لبنان وفي العراق وفي تركيا عدم ترحيل السوريين السوار، لانه نظام الاسد نظام قاتل ومجرم، وان شاء الله مستمرين حتى اسقاط النظام من جميع ميليشيات العصابه الاسديه، وتحرير سوريا جميعا يا رب.